بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الرابع، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من دروس مادة لغتي الصف الرابع الابتدائي. ودرسنا اليوم بعنوان مراجعة على ما سبق دراسته. أعلم أن الجملة في اللغة العربية إما اسمية أو فعلية. بناء على ذلك أجيب عن الآتي: أكمل الخريطة المعرفية الآتية. أنواع الجملة: قلنا عندنا نوعين من الجملة، جملة اسمية وجملة فعلية. أحسنت. الجملة الاسمية تتكون من ركنين، هما المبتدأ والخبر. أحسنت. والجملة الفعلية تتكون من ركنين، فعل وفاعل. طيب، الفعل عندنا ثلاثة أنواع للفعل: فعل مضارع، فعل ماضي، فعل أمر. أحسنت. أملأ الفراغات الآتية بمبتدأ أو خبر مناسب مع الضبط الصحيح. طبعا كل جملة هنا في جملة هنحتاج إن احنا نكملها بخبر، وجملة نحتاج إن احنا نكملها بمبتدأ. المدرسة جميلة. أحسنتم. نقط عميق. أحسنتم. البئر عميق. حديقة المنزل واسعة. فاطمة ذكية. بيتنا كبير. نقط مفيد. الغذاء مفيد. الكتاب مفيد. نقط مثمرة. الأشجار مثمرة. نقط مخلص. الموظف مخلص. الجو رائع. العطلة ممتعة. الصندوق كبير. أحسنت. أشارك في إعراب الجملة الآتية: الصدق من جاء. كلمة الصدق مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أحسنتم. من جاء خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر. أحسنتم. شرع الله الصلاة. شرع هذا فعل ماضي مبني على الفتح. الله اسم الجلالة، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. تحافظ الأسرة على تماسكها. تحافظ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. الأسرة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أمثل في جملة من إنشاء لما يأتي. جملة اسمية مثبتة: الطالب المجتهد متفوق في دراسته. جملة فعلية منفية بلم: لم يذهب أحمد إلى المدرسة اليوم. جملة فعلية منفية بلن: لن تنهض هدى من النوم مبكرا. جملة اسمية منفية بليس: ليس عليك جمع المحصول اليوم. جملة فعلية منفية بما: ما كان محمد يذهب إلى المدرسة مبكرا. جملة فعلية مثبتة: يذهب محمد إلى المدرسة. أحسنت. أختار الحرف المناسب: الباء أو الفاء أو الكاف أو اللام، واكتبه في الفراغ مع الكلمة التي بعده كتابة صحيحة. المؤمن لأخيه المرآة. نختار حرف إيه؟
أحسنتم. الكاف المؤمن لأخيه كالمرآة. يلعب الأولاد الكرة، نختار حرف نضعه مع الكرة يبقى إيه؟ بالكرة. أحسنتم. اللغة العربية جمال، نختار حرف مع للغة، للغة العربية جمال. أحسنتم. أتم المسلم الوضوء نقط الصلاة، نختار حرف، أتم المسلم الوضوء للصلاة. أحسنتم. أقرأ الجمل الآتية وأحدد الفعل ونوعه والفاعل وأنطقها نطقا صحيحا. الجملة: أدب الكسائي ابني الرشيدي. الفعل: أدب. نوعه: ماضي. الفاعل هنا: الكسائي. يرفع العلم صاحبه، طبعا الفعل يرفع فعل مضارع، نوعه مضارع، والفاعل العلم. أحسنت. يمزق النور الظلام، الفعل يمزق فعل مضارع، والنور هو الفاعل. جلس عبد الله بن عمر مع كبار الصحابة، جلس فعل ماضي وعبد الله هو الفاعل. أحسنت. أقرأ الجمل الآتية بعد زيادة مفعول به مناسب مع ضبط أواخر الفعل والفاعل والمفعول به بالشكل الصحيح. مثال: يقرأ الأب، ماذا يقرأ الأب؟ يقرأ الأب الصحيفة. أحسنتم. إذا الصحيفة مفعول به لأنها هي من وقع عليه فعل الفاعل. أحسنتم. قاد السائق نقط به ضوء، قاد السائق نريد أن نضع مفعول به، قاد السائق السيارة بهدوء. أحسنتم. باع التاجر البضاعة بثمن قليل. شارك المدير الضيوف في الحفل. يستذكر الأخ الدروس بعد العصر. أحسنتم. اعرب الجملة الآتية إعرابا كاملا. حفظ المسلم الأمانة، حفظ إعرابها فعل ماضي مبني على الفتح. أحسنتم. المسلم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. النصيحة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم، وإلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله، ودمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.